السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا نبدأ من الملف الأول، وهو ملف النفوذ الميليشيات في العراق والتهديد المستمر الذي تقوم به هذه الميليشيات ضد جهات كثيرة. طبعا أثار تحرك ميليشيا حزب الله المنضوية ضمن ما يعرف بالحشد، طبعا والتي أدت إلى ذهابها بمحيط منزل أحد الضباط برتبة ملازم في محافظة البصرة في محاولة لتنفيذ تهديدها بنزع المرسوم الجمهوري المتمثل بالرتبة العسكرية الموجودة على كتف هذا الضابط، بعد أن قام بتنفيذ واجبه ضد أحد أفراد هذه الميليشيا. طبعا جاءت الميليشيا إلى محيط منزل هذا الضابط بالسلاح والعتاد ورتل كبير جدا. هذا الأمر دفع هذا الضابط من خوفه إلى الهرب وعدم مواجهة هذه الأرتال العسكرية بمفرده، التي تحركت كما قلنا إلى محافظة البصرة دون أي مساءلة حكومية قانونية أمنية، لا يوجد. لم تعلق أيضا القيادة الأمنية في محافظة البصرة ولا وزارة الداخلية بشأن هذا الموضوع الذي يكسر هيبة الدولة، يهدد الوزارات، يهدد كيان هذه الدولة، لأنه يتم عن طريق تهديد منتسب ضابط تابع لوزارة الداخلية من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون، لمجرد أن هذا الضابط قام بتنفيذ واجبه ضد أحد عناصر هذه الميليشيات الذي تجاوز القانون بالطبع. دعونا نشاهد هذه الأرتال العسكرية مشاهدينا الكرام التابعة لميليشيا حزب الله، إحدى الميليشيات التي تنضوي ضمن ما يعرف بالحشد الشعبي، هذا الكيان الذي بني على أساس الميليشيات والخارجين عن القانون. دعونا نشاهد كيف ذهبوا إلى محافظة البصرة إلى منزل ضابط برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية من أجل تهديده ومن أجل نزع الرتب من أكتافه، وهناك تكملة لهذه الجملة أثناء التهديد الذي أطلقوه في وسائل الإعلام الخاصة بهم ومواقع التواصل الاجتماعي، لن نذكرها طبعا مراعاة للآداب والأخلاق العامة. دعونا نشاهد. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام. العراقيون تداولوا مقاطع أخرى تظهر وعيد عناصر هذه الميليشيا خلال بحثهم عن الضابط في محافظة البصرة في ظل غياب تام للقوات الأمنية التي كان من المفترض أن تقوم بملاحقة هؤلاء، وهم يوجهون التهديد لأحد عناصر هذه الوزارة، وزارة الداخلية، باعتبار أن التهديد هو تهديد يتبع أو يخص أي فرد خاص بالقوات الأمنية، موجه إلى هذه القوات الأمنية، وبالتالي يصنف عملا إرهابيا كما يفترض. لكن الصمت كان سيد الموقف، لأن هذه الميليشيات فوق القانون والمساءلة كما هو معلوم في الشارع العراقي. ولعلكم تذكرون كيف تجنب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي يحمل صفة القائد العام للقوات المسلحة، تجنب الرد على هذه الميليشيات حينما هددت بقطع أذنه. فكيف هو حال ضابط برتبة ملازم أول ليس لديه من يحميه؟ دعونا نشاهد. خلي ضم راسي.
هذا اللي يندق بحزب الله باعوه راس راس اندوسه. هذول جماعة حزب الله كان من يكون بالعباس ياخذونه والبيزوت خليه يطلع. طيب اين هسه نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين وهذا الموضوع عامة. هشام يقول شكرا إيران، خوش عرفت تأسسين أحزاب حتى الدولة ما يعترفون بها. عبد الله التميمي يقول المحافظ نايم قاعد، لو بس على المتجاوز والفقير والما عنده ظهر تصير عليه فرعون. أحمد يقول وهاي السيطرات والدوريات كل مترتين سيطرة وموصلين الازدحام للفاو، شنو هي للونسة؟ عندنا تعليق آخر من حسان يقول بلوى، المال والسلاح بيدهم والمواطن البسيط اللي ما تابع لأي حزب لا حول ولا قوة. تعليق لدينا من جواد المالكي يقول حكومة قادرة بس على الفقير، هاي الميليشيات تارس البصرة، وين الحكومة؟ ولدينا تعليق من علي يقول ماكو أمل بإقامة أي دولة بوجود ميليشيات وسلاح خارج نطاق المؤسسات العسكرية الفعلية. كانت هذه بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي جئناكم بها. عندنا اتصال؟ تمام، معنا السيد عبد الرزاق من بابل. سيد عبد الرزاق حياك الله، شلون تشوف الوضع بالعراق في ظل هذه الميليشيات اللي ما تهتم للدولة، ما تهتم للقانون، لا تحترم، لا تكترث، هي فوق القانون كما يصنفها العراقيون، كما يصفها العراقيون. تقول مثل ما سمعت عن طريق على لسان أحد أفرادها أجلكم الله مشاهدينا الكرام، ولكن هو بحسب ما ورد نضربه بالقندرة للضابط اللي يعتدي على أو أي أحد يعتدي على حزب الله. تهديد ووعيد، اقتحموا بيته، رقصوا بالسلاح داخل منزل هذا الضابط اللي قام بواجبه. طيب وين الدولة إذا الميليشيا اليوم في العراق هي اللي تسعى جاهدة دائما للحفاظ على هيبتها، ما تسمح لأحد يتجاوز عليها على أفرادها. بالنهاية وين كانوا قطاع طرق ومجموعة من الخارجين عن القانون؟ لكن يقول لك هيبة الميليشيا، هيبة الفصيل هذا، يعني بالنهاية ما أسمح لضابط أو غير ضابط أنه يعتدي على أحد أفرادي. طيب الدولة وينها اللي المفروض ما تسمح لأي أحد يتجرأ أن يعتدي على هيبة هذه الدولة المتمثلة برجال الأمن والقانون؟ تفضل سيد عبد الرزاق. صوتك غير واضح سيد عبد الرزاق، علونا يا شباب. عندنا مشكلة واتصال سيد عبد الرزاق. عموما يبقى هذا السؤال قائما مشاهدينا الكرام، أنه ما الذي تفعله وزارتا الدفاع والداخلية أيضا إن كانت هذه الاعتداءات التي نراها بشكل دائم ومستمر لكل من يحاول أن يقوم بواجبه؟ البصرة مليئة بالميليشيات، مليئة بالخارجين عن القانون، وأنتم تعلمون جيدا الأحداث السابقة التي شهدتها محافظة البصرة. حتى رشيد فليح القائد الأسبق لشرطة البصرة خرج في إحدى المرات في الفترة التي شهدت فيها المحافظة بعض التظاهرات والتي أدت إلى قيام حزب الله ومجموعة أخرى من هذه الميليشيات بإطلاق النار الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين في حينها في عام تقريبا 2018، وأدى هذا الأمر إلى مقتل متظاهرين من أبناء المحافظة. وصف في حينها قائد شرطة البصرة الأمر دفاعا عن المقرات الحزبية ضد الغوغائيين، هكذا وصف قائد شرطة البصرة مجموعة من الخارجين عن القانون قتلوا المواطن العراقي البريء الذي خرج للمطالبة بحقه. قال بأن هؤلاء لهم الحق الشرعي في الدفاع عن مقراتهم وعن أنفسهم، ومن خرج ضدهم كانوا عزل، يعني مواطن أعزل خرج يتظاهر لا يمتلك سوى الصوت للتعبير عن الرأي، جوبها بالرصاص الحي وقتل. فدافع عن القاتل قائد شرطة البصرة الممثل طبعا للقانون والدولة. فالسؤال هو هل تكترث هذه الحكومة
الممثلة بمحمد الشياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، المسؤول كما يقولون أنه إحنا نتبع القائد العام، المسؤول عن هذه الميليشيات، هل يكترث لهذه الإهانات والتجاوزات المستمرة لما يسمى هيبة الدولة؟ للضباط في وزارتي الدفاع والداخلية، للمنتسبين، لرجال المرور، لكل من يقوم بواجبه، لكل من يحمل الضمير من هؤلاء المنتسبين والضباط يسعى لخدمة هذا البلد ومحاولة يعني تثبيت قواعد الأمن، طبعا وإن كان بمفرده، لكن يعني يوجد في هاتين الوزارتين من يسعى إلى القيام بواجبه بشكل صحيح. ما هو دور وزارة الداخلية في حماية هذا الضابط؟ دخلوا إلى منزله وهددوا بالسلاح. طيب إلى أين تريد أن تصل هذه الوزارة؟ هل تنتظر إلى أن يقتل هذا الشخص، هذا الضابط، أن يتم تغييبه، أن يعتقل في سجون ومعتقلات هذه الميليشيات السرية والعلنية، أن يتلقى أو أن يتعرض للتعذيب؟ ما الذي تنتظره وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع فيما لو تم الاعتداء على ضابط أو منتسب في تلك الوزارة؟ طيب سيد عبد الرزاق من بابل يعاود الاتصال مرة ثانية. تفضل سيد عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، احنا جاي نعيش بأجواء الفوضى العارمة اللي تحيط ببلدنا، يعني من 2003 لحد هذا اليوم العراق ما مستقر بوجود هذه الميليشيات اللي هي تخرق القانون وما تحترم النظام. نعم. يعني اليوم اللي نقدر نسميها بالدولة العميقة، يعني اليوم صوت الميليشيات هو الأقوى، يعني المؤسسات النظامية ما تقدر توقف بوجه الميليشيات لأنه ما عندنا رجال قانون يحدون تحرك هذه الميليشيات. نعم. فالميليشيات هي اللي جاي تعيث بالبلد الفساد والدمار والخراب، فكل هذا يعني نتيجة غياب القانون وغياب النظام، لأن يعني إحنا ما عندنا لحد الآن حكومة واقفة على رجليها. إحنا اليوم جاي نعيش انفلات السلاح، الفوضى، الرعب، الخوف، كل هذا موجود بسبب الميليشيات. إذا ماكو قانون، أنت جاي تشوف يعني الميليشيات هي اللي الصول والجول بالبلد. طيب أسأل سؤال وهو موجه أيضا، يعني لعل الإجابة توجه إلى من لا يزالون يدافعون عن هذه الحكومة وعن هذه الأحزاب ويبرروا لها شتى أنواع المبررات. السؤال هو إذا كان في كل مرة تنتقد أو تهاجم الأحزاب والميليشيات التي ترعاها هذه الأحزاب وتقول يا جماعة هناك ميليشيات خارجة عن القانون والحشد مجموعة من الميليشيات الخارجة عن القانون، يطلع البعض يقول لا، هذه تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وتأتمر بأمره. السؤال هل هو الذي أمر هذه الميليشيات بالذهاب إلى البصرة وتهديد ضابط في وزارة الداخلية واقتحام بيته والتهديد بالألفاظ ومحاولة البحث عنه لإيجاد الاعتقال أو تعذيبه أو قتله؟ هل محمد الشياع السوداني هو الذي أمر؟ إن كان أمر فهي مصيبة، فهي كارثة طبعا، وإن لم يأمر فهذا دليل على أنه هو فاقد للسيطرة على هذه الميليشيات. تعليقك سيد عبد الرزاق من بابل، إذا كانت الميليشيات تتحرك بهذه الطريقة، هل هي توجيهات من القيادة ويقولون احنا تابعين للقائد العام للقوات المسلحة؟ هل ما حدث في البصرة بأمر السوداني لو خارج عن سيطرة السوداني؟ هنا على السوداني إذا كان فعلا يعني هو قائد عام القوات المسلحة ولو العنوان أكبر من حجمه، يعني شوفه ما يستحق هذا العنوان، لكنه أقول إذا فعلا هو قائد عام القوات المسلحة لأن يدافع عن نفسه، أن يثبت بأنه هذه الفصائل وهذه الميليشيات خارجة عن القانون وهذه مو تحت سيطرته، فهو ينطبق عليه المثل اللي يقول إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. فيا أخي يا رئيس الوزراء، يا من أنت اليوم متحمل مسؤولية البلد والشعب، عليك أن 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 ندافع عن 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 أرواح العراقيين، لا تبقى ساكت. إذا ما تقدر فتكف عن المنصب وخلي غيرك يقود البلد. يعني إلى متى العراق يبقى فوضى ويبقى يعني مسرح للميليشيات
مصرح يعني للاسف للاسف اكو شريحه في المجتمع العراقي انخدعت، واعتقد بارادتها خدعت نفسها، انه اقنعت نفسها بانه هذا الشخص اللي يتبوأ منصب رئيس الوزراء يختلف عن من سبقه من رؤساء الوزراء، رجل مرحله قام بعمليه تغيير وتطوير لهذا البلد واعمار مستمر، وكان العراق ما بمشاكل غير بس شويه طرق محفره ومجاري صرف صحي متهالكه وجسور قليله ورديئه، يعني كانه مشاكل العراق اختزلت بشارعين وطريقين وسعهن وجسر شيده، وحتى مو بالمواصفات العالميه شلون ما كان، ويقتنعون بانه السوداني او بانه العراق في فتره السوداني يختلف عن اي عراق سبقه في الحكومات السابقه. يعني اهملوا، واهم جزئيه تتعلق بالامان. اليوم المواطن العراقي يشعر بامان اذا اعتدى بالخطا، اذا احتك بالخطا بعنصر تابع لميليشيا او فرد ينتمي الى عشيره قويه تحمل السلاح، يقدر ينجو بحياته وبحياة عائلته ويعيش بأمان واستقرار بدون ما يشعر بالقلق أنه في أي لحظة ممكن يجون إلى بيته يهددون دقة عشائرية أو يدخلون يقتحمون بيته ويعتقلوه في أنصاف الليالي، مثل أي ميليشيا تقوم اليوم بهذا العمل في محافظات عراقية كثيرة. ألا يعتبر عنصر الأمان هو أقوى عنصر وأهم عنصر أنه المفروض يتحقق في أي دولة في العالم قبل أن نتكلم عن الخدمات والشوارع وغيرها؟ شوف أستاذ محمد، أي بلد يعني لما تريد تنهض به وتسوي إنجازات عليك أن توفر عنصرين، هو الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني. لما ما توفر هالعنصرين ذني إذن أي مجز ماكو، هذا يسموه ضحك على الذقون. يعني أنت تبني لي تخلق لي شارع أو تبني لي جسر والأمن مفقود والقرار السياسي مسلوب الإرادة، يعني دول أخرى هي اللي تتحكم بالقرار السياسي، فإذا ماكو سيادة البلد. أنت ما يعني بهاي الحالة البلد متجه نحو الانحدار. يعني إحنا اليوم نشوف الميليشيات هي اللي تتحكم بالبلد، أي أمان أي استقرار؟ المواطن شو راح يأمن على مستقبله، على أرواح أولاده، على أرواح المواطنين اللي موجودين؟ فاذا اليوم الصوت الاعلى هو للميليشيات مع كل اسف. يعني على اراده الحكومه ان تحد من حركه الميليشيات، وانا يعني اقول لك الحكومه ما تقدر على حد الميليشيات والميليشيات. انا بس اريد اسالك سؤال اخير سيد عبد الرزاق، يدافعون عن مجلس القضاء الاعلى وفائق زيدان، ويطلعون دول اللي وصفوا محليا بالمتملقين المطبلين، هيئات ونقابات وجهات سياسية ودينية وثقافية، يطلعون لا نسمح للنائب السيناتور الأمريكي أنه يتجاوز على فائق زيدان لأنه وصف بأنه هو أداة بيد إيران، لا نسمح أن يتم المساس بالقضاء العراقي. إذا كانت الأمور في العراق والقضايا تحل بقوة السلاح وبالذراع مو بالقانون، ماذا بقي للقانون من دور للقيام به في العراق؟ على من القانون؟ على الفقراء والبسطاء؟ ليش ما يكون القانون على هؤلاء اللي يحملون السلاح ويهددون العالم؟ هذا إرهاب حقيقي اللي تسويها الميليشيات. فقدنا الاتصال ويا سيد عبد الرزاق، أرجو المعذرة طبعا وشكرا للمشاركة. اللي تقوم بها الميليشيات في العراق هو إرهاب حقيقي. الإرهاب مو بس داعش، الإرهاب هذه الميليشيات، والدور الذي تقوم به وتنفذه في العراق تهديد العالم بأنصاف الليالي هذا إرهاب، محاولة اقتحام بيوت الآمنين هاي إرهاب. الإرهاب إلى أشكال مختلفة، مو بس أنه تنظيمات مسلحة متطرفة تحمل السلاح تدخل إلى البلد وغيرها هذا إرهاب، لا، الإرهاب هو إرهاب العالم، إرهاب النفوس الآمنة في بيوتها، في الشوارع، في المحلات، أصحاب الأرزاق، أصحاب المدارس، الكبار السن، النساء، الأطفال، هذا كله إرهاب. أنت لما تروع العالم وتخوفهم أنت ترهبهم، هذا إرهاب. طيب القانون وين؟ رئيس مجلس القضاء الأعلى، القضاء الشامخ كما تصفه هذه الأحزاب، وين بالقيام بدوره المنوط به اللي المفروض يحققه
تحقيق العدالة، حماية أرواح الناس بالقانون، مو بالدقة العشائرية، مو بسلاح الميليشيات. هذا الموضوع لا ينتهي، مستمرين مع حضراتكم بهذه الحلقة، نطرح التجاوزات مو بس من الميليشيات، من القوات الرسمية الحكومية. يبدو أن مهام القوات الحكومية في العراق تقتصر على توفير الحماية للسياسيين والشخصيات الحكومية البارزة في الدولة بعيدا عن حفظ الأمن، حتى بات مشهد الأرتال العسكرية لحماية شخصية سياسية معينة من المشاهد المألوفة في العراق. ولك أن تتخيل مشاهدينا، عزيزي المشاهد، مشاهدينا الكرام، تتخيلوا أن هذه السيارات اللي راح تشوفوها بعد لحظات في المقطع اللي راح نعرضه، والطاقم الكبير من أفراد الحماية، والأموال الطائلة المخصصة لنفقات هؤلاء من أجل حماية مسؤول، حينما يقرر الذهاب إلى أحد المطاعم في العاصمة بغداد لحماية هذا المسؤول حتى يتمتع بوجبة غداء بجو هادئ، بدل من أن تخصص هذه الأموال للعراقيين الذين لا يجدون الطعام ويبحثون عنه في المزابل، أو لتخصيصها للاجئين النازحين في بلدهم الذين نزحوا في مخيمات النزوح في الحر الشديد وفي البرد القارس. تخصص هذه الأموال من ميزانية الدولة العراقية، أموال تكفي لإعانة كثير من العائلات العراقية، تخصص لشخص واحد لم يقم بواجبه على أكمل وجه، لم يقم بواجبه إطلاقا، يأتي إلى مطعم في العاصمة بغداد ليتمتع بالطعام الجميل وفي جو الهادئ تحت التكييف، وهناك هذه الأرتال التي ستشاهدونها لحماية شخص واحد. كرام طابقين رتل كامل هنا، سايدين على مود هذا رتل كامل على مود يتغدون بمطعم عيون بغداد، رتل ما جكسارات. يا الله خطي الحمايات شامريهم بالشارع، ألف عافية حبيبي، بالعافية قلبي، فلوس الشعب موجودة أخوي. مستمرون مع هذه المهزلة مشاهدينا الكرام المتعلقة بتجاوزات القوات الحكومية. ما رأيتموه قد يعتبر عادي بالنسبة للكثيرين، لكن دعونا نريكم ما هو أبشع وأسوأ مما شاهدتموه قبل قليل. القوات الحكومية في العراق تحولت إلى وسيلة، أداة تباع وتشترى، وباتت تتحرك هذه الأرتال العسكرية بناء على طلب المتنفذين، وحتى على طلب ما يعرفون محليا بالفاشينستات. تفاجأ سكان مدينة الرمادي بقدوم قوة عسكرية من بغداد إلى مدينة الرمادي ترافق سيارة جي كلاس مرسيدس تقودها امرأة. قوة عسكرية قدمت من العاصمة بغداد إلى مدينة الرمادي في محافظة الأنبار لتوفير حماية إلى امرأة واحدة تقود سيارة فارهة. لماذا؟ حتى تمهد لها الطريق كي تتعدى بالسباب والشتائم والتهديد لعائلة عراقية في مدينة الرمادي أمام وبحماية هذه القوات الحكومية التي جاءت وأنفقت البترول الذي استخدم للسيارات، البنزين والأفراد والسلاح الذي ربما استخدم أو لا أحد يعلم بعد، في سبيل امرأة واحدة حتى تهدد عائلة عراقية. دعونا نريكم هذا المشهد. طلع يا عيني بس طلع كذب للكذب اسحني حكي ما عاد ياكل.
شاهدتم مشاهدينا الكرام، في عراق السودان وفي عراق الأحزاب الدينية التي قالت بأن هذا العراق العراق الجديد كما وصفه همام حمودي وقال لا دولة مثلكم، وكما وصف على لسان كثير من العراقيين نحن في مرحلة الديمقراطية والعراق الجديد بعد الطاغية صدام وهذه الفترة المظلمة التي عاشها العراقيون في فترة حكم الدكتاتور البعثي الصدامي المقبور، هكذا يصفونه. ما الذي فعلتم بالعراق بعد 2003؟ هذا هو الحال الذي وصل إليه العراق مشاهدينا الكرام، فاشينستات ومسؤول يحرك القطاعات العسكرية كيفما يشاء وقتما يشاء. ذهبت ربما بعلاقاتها إلى أحد المسؤولين وسمح لرتل من ضباط ومنتسبين، وقد تكون على علاقة بضابط، في ضابط هذا الرتل لا أحد يعلم، ذهبت لتهدد. طيب ماذا عن السبل القانونية؟ لماذا وجد القضاء إذن؟ لماذا وجدت المحاكم؟ ما دورها في العراق؟ دعونا نستعرض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع أو هذين المقطعين. أبو محمد يقول عندما أرى هذه المشاهد أقول بأن بلدنا لا يملك أي حكومة. تعليق لدينا من مصطفى يقول شنو من إمكانية أخذت وياها رتل عسكري من بغداد للأنبار. تعليق من فجر يقول أو تقول ليش ماكو شرطة تنفذ القانون بالأنبار لو صرنا حارة كل من إيده إله. أمير يقول والله الواحد لو واحد فقير يظل يومية يروح لمركز الشرطة وما حد بحاله. مصطفى يقول منو أنتي حتى تأخذين قوة من بغداد؟ منو هذا الساندتش؟ سؤال مشروع لأي مواطن عراقي يشعر بالظلم ليل نهار في بلده لا يحصل على حقوقه كما حصلت هذه الفتاة أو السيدة أو المرأة لا نعلم على حقها عن طريق الاستفادة من علاقاتها وتسخير أدوات الدولة، قوات الدولة، سيارات الدولة، ممتلكات الدولة في سبيل امرأة واحدة ليست حتى في منصب رسمي أو حكومي. وإن كانت في منصب رسمي أو حكومي لماذا وجد القضاء والقانون؟ ما دوره إذن إن كانت الحقوق في العراق تؤخذ بهذه الطرق، بتهديد السلاح، بالدقات العشائرية، باستخدام العلاقات الشخصية في سبيل الاستفادة من موارد الدولة ومن عناصر الدولة وضباط الدولة وسلاح الدولة لتهديد الأرواح البريئة حتى وإن كانوا أخذوا منك مال معين؟ هناك سبل قانونية ووسائل قانونية لاسترداد الحقوق. طيب ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام لدينا في هذه الحلقة. في ظل انفلات السلاح والفوضى الأمنية بات مشهد الابتزاز وسطوة المتنفذين وتهديدهم لمصالح الناس أصبح من المشاهد السائدة في العراق، حيث أكد أصحاب مول عشتار في منطقة الشعب في العاصمة بغداد أكدوا تعرضهم لهجوم بالرصاص من قبل متنفذين على صلة قرابة برئيس الوزراء الحالي محمد الشيع السوداني، في مشهد يبين تغول المتنفذين وأقاربهم على المشهد وتهديدهم لمصالح وحياة العراقيين كما قلنا قبل قليل. دعونا نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوان شوفوا البارحة أو الفجر، فجر اليوم الساعة 3 فجرا قام مجموعة من الإرهابيين ممن يدعون أنهم درع السودان بالتهجم على المول، ضرب المطعم، ضرب واجهة المول، مول عشتار الشعب بهذه الطلقات النارية. زين، وأنا منا سجل دعوة ضدهم، ضد درع السودان وضد علي قاطع السوداني وحسون حسن أو حسن حسون سلطان السوداني وكل درع السودان، كل اللي هاجموا المول ثاني يوم العيد. طبعا يدعون انهم ملتزمهم من مكتب رئيس الوزراء، وهذا ما حدث يوم السبت، فجر يوم السبت الساعة 3 صباحا يوم 6/7/2024.
إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. في ذات السياق وأمام أنظار القوات الحكومية، أقدم مسلحون ينتمون لأمن ميليشيا الحشد بزعامة أبو زينب اللامي على الاعتداء على مجموعة أطباء في بغداد بعد رفضهم الإتاوات المفروضة عليهم من قبل هذه الميليشيا، رفضهم دفع هذه الإتاوات التي فرضت عليهم بقوة السلاح. دعونا نشاهد الحشد ما الذي يفعل في العراق. كلا ترجع ايه سهلة هي انت حقيقتكم اصبر عليكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا أحد يغلط لا أحد يتجاوز يا ولد. لا أحد يغلط يا ولد. شنو مداحات يعني؟ أنا يمي. كل ما خدمة لكم. إحنا بخدمة. واحد منهم. أنا أنتم تتهددون. هسا كل قوة اتحادية هسا تجي. ما حد. أنت رجل عمي. واحد منهم. كل واحد منهم. تعال بابا تعال. عمو شيء. انتبهتم مشاهدينا الكرام إلى السيارة التي مكتوب عليها بوليس، شرطة، سيارة حكومية أمام أنظار الحكومة، أمام أنظار القوات الرسمية الحكومية، يتعرض الأطباء إلى تهديد لعدم دفعهم الإتاوات. نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. سامر يقول: ميليشيات قذرة تايهة بلا رقيب، وما خفي كان أعظم. تعليق لدينا من أبو أديان يقول: مافيات خطي العراقيين أصبحوا تحت أيادي، قلوبهم قاسية وأيديهم ضاربة. مجيد يقول: عاشت إيدك يا بطل، افضحهم لهؤلاء العصابات التي تعتاش على قوت غيرها كالجراد والقمل. تعليق لدينا من عمر يقول: العراق أصبح غابة تجول فيها الوحوش لافتراس الضعفاء، يعني قانون الغاب هو السائد. ضمن التعليقات كذلك من يوسف يقول: حسبي الله ونعم الوكيل بيكم يا حكومة، بلا ذمة ولا ضمير، ولا عدكم خوف من الله سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل. ومحمد يقول: لا حياة لمن تنادي، حكومة حرامية وسلابة وقادرين على الفقير، الله ينتقم منكم. نستمع مشاهدينا الكرام لرأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. الله يسلمك، حياك أستاذ محمد. هاليوم العراق من 2003 ولحد الآن يفتقد أنه عنده دولة، ويفتقد أنه يكون عنده وزارة داخلية ورجال قوات أمنية، بوجود هذه الأحزاب اللي جت من إيران وأتباع إيران وقياداتها وزعماء الميليشيات اللي هم موجودين عندنا بالعراق. هاي الأحزاب كلها نعرف أن تقوت من ديون إيران، وأحزاب اللي دخلت بسبب الشباب اللي عطالة عن الرأي، ما عندهم لا رواتب لا تعيينات، فانضمت هذه الأحزاب. يعني شوف أموال العراق والمصارف والبنوك، هي يعني نجي لو نجي على حزب الله، كل يعني المصارف اللي عندنا ببغداد والمحافظات هم لازميهم، ونشوف الدعم اللي عندهم من السيارات الرباعية والأسلحة، هذه كلها يعني خارج القانون، وسلاح المنفلت يعتمد على أنه هيبة الدولة، وزارة الداخلية، رئيس الوزراء ما عنده سلطة تنفيذية يحكم هاي الأحزاب وقوة تردهم. للأسف احنا من نشوف هذه الميليشيات واختطاف يعني المواطنين اللي هم يعني ناس بسطاء، ومن يروحون على بيوت يعني ضباط يعني درجة وصلت انه ملازم اول يتهدد، هذا للأسف هذا يكسر هيبة وزارة الداخلية ورجال يعني قوات يعني الموجودة بقوات الأمنية، هذا يعكس على كل ضابط، يعكس على كل منتسب اللي طيب يشوفه وزير الداخلية. سؤال أبو عمر، إذا كان الضابط اللي هو يعني المفروض صاحب سلطة
يتعرض إلى هذا التهديد ويخاف على حياته وينهزم، ماذا عن المواطن العراقي الفقير اللي لا سند، لا رتبة عسكرية، لا وزارة توقف وراء بظهرة تحميه في حال لو اعتدى أحد عليه؟ إذا الوزارة ما حمت أفرادها، وزارة الداخلية، شلون راح تقدر تحمي المواطن العراقي المجرد اللي أعزل الآن، عاري تماماً وبنص هؤلاء الوحوش من الميليشيات والعشائر؟ شلون يقدر ينجو بحياته وحياة عائلته من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها بدون ذنب؟ يعني ممكن يجون يعتدون عليك، يتبلون عليك. طيب شلون الإنسان يقدر يحصل حقه؟ لا قضاء يحميك، لا وزارة داخلية تحميك، لا وزارة الدفاع تحميك، منو يحمي العراق اليوم؟ أستاذ مثل محمد، مثل ما تفضلت، هاليوم عندنا وزارة الداخلية أو المراكز الشرطة اللي موجودة ببغداد وبكل محافظاتنا، يعني من يصير اعتداء من أي طرف أحزاب، سواء إذا من التيار الصدري، سواء إذا من حزب الله، كل هاي الأحزاب اللي دنشوفها اعتداءات يعني غير قانونية وغير صادقة بحق المواطن العراقي. لما يشتكي المواطن العراقي إلى أحد المراكز الشرطة اللي قريبة عليهم بالمنطقة، المركز ما يشكي، من يعرف هاي المجموعة تابعة إلى تيار فلان، تابعة إلى حزب فلان، ما يشكلون. لو يعني أبسط ما يكون الضابط يقول إذا راح أشكيك راح يحرقون المركز علينا، نعم، وراح إحنا ما نقدر نسوي لك شيء. فاستدرج يعني من قوات أمنية من تكون بهيك موقف المواطن. فالضابط يعني هم صاحب، إذا كان يردون يقتلوه، بس هذا تهديد، يعني يعتبر بأنه إحنا الأحزاب فوق القانون، والمواطن يعني يأخذوه بأي صورة كانت، يقتتل أو يعني يذبوه بالأنهار أو بأي أمور كانت. طيب، مثل ما صارت ثورة تشرين، كيف دخل حزب الله والعصائب؟ طيب، دخلوا على أحد يعني الباركات اللي بجسر السنك، كيف قتلوهم؟ وكيف يعني الدولة ما، نعم، ما أخذت أي إجراء ضد هاي الأحزاب. شكرا أبو عمر، وصلت الفكرة، أشكر حضرتك، كنت معنا من بغداد. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. تسبب مقطع مصور لاعتداء منتسب في القوات الحكومية على مسن يبيع المناديل في مدينة الفلوجة، تسبب بردود فعل غاضبة بين العراقيين على هذا التصرف الذي وصفوه بغير الإنساني، لاسيما وأن المسن لجأ لعمل شريف لتأمين قوت يومه في درجات الحرارة المرتفعة، وطالب المتفاعلون مع المقطع بضرورة معاقبة المنتسب، في حين أكد آخرون أن هذه المشاهد باتت تتكرر بشكل طبيعي ودائم، وتحولت إلى ظاهرة تدل على عدم احترام القوات الأمنية للمواطن العراقي، خاصة الفقراء منهم والبسطاء ممن لا يمتلكون من يسندهم من الحكومة أو عشائريا. دعونا نشاهد هذه اللقطات. كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، يعني بهذه الطريقة المهينة المذلة، لو كان العراق بلدا يتمتع شعبه بحقوقه كاملة من خيراته، هل كان يلجأ هذا الرجل الكبير في السن للعمل بهذه الطريقة، يبيع المناديل أو يتسول؟ لا أحد يعلم. لكن مهما كانت الطريقة، ألا يجب من الدولة أن تعالج المشاكل بدلا من أن تنفذ هذا القانون الهزيل على هؤلاء البسطاء، في حين أن لا يستطيع هذا الضابط أو المنتسب أو أي شخص آخر من أن يقوم بواجبه بشكل صحيح عندما تأتي قوى ميليشياوية أو عشائرية لتعتدي على مواطن آمن في منزله؟ هل يستطيع هذا الضابط أو المنتسب في هذه الوزارة أن يمارس هذه السطوة والقوة على أي عنصر ميليشياوي أو أحد تابع لأحزاب في العراق؟ نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. محمد يقول: عديم الإنسانية والرحمة، عاشت إيده اللي صورك والله. ثائر يقول: خطية هذا أبو حسين، رجال فقير يبيع كلينكس وما له أذية على أي بشر، حسبنا الله ونعم الوكيل.
تعليق لدينا من عبد الله يقول: الأخلاق الإنسانية أساس تربية الإنسان، إذا تجرد منها أصبح متوحش. عقيل يقول: هذا الفقير لو بالأحزاب تقدر توصل له، بس أنت هاي قدرتك. حسنين يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، راتبك 1.5 مليون ولاحق الرجال الكبير يبيع ب1000 دينار. وتعليق آخر لدينا من رؤى تقول: والله الشريف اللي صوره قهرني، والله خطية، لو ما الضيم ما مجبور وقاعد بهالحار خطية. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الثانية لدينا، فقرة الإنفوغرافيك. حذر باحثون متخصصون وتقارير لمنظمة الصحة العالمية من خطورة تحول الانتحار بين الشباب في العراق إلى ظاهرة قاتلة ومخيفة تهدد بنية المجتمع العراقي إثر فقدان الأمل بالحاضر والمستقبل جراء الظلم الاجتماعي والسياسي والتفاوت الطبقي. وأجمعت دراسات متخصصة على أن معدل انتحار الشباب في العراق وصل إلى مؤشر خطير للغاية في ظاهرة لافتة ومثيرة للقلق الصحي في البلد التي عاشت سنوات من القتال والتقسيم المجتمعي والفشل السياسي. وأشارت المنظمات إلى أن الخطر يكمن في ارتفاع نسبة الانتحار بين الشباب أكثر من كبار السن أو من هم في منتصف العمر، الأمر الذي يحيل إلى فقدان الأمل بين الشباب الذي يكاد يتحول إلى ظاهرة. وتأتي التحذيرات بعد الإعلان عن انتحار 53 شخصا في مختلف مدن العراق دون أن تشمل الإحصائية محافظات شمال العراق من هذا العدد. المزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام في الإنفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، لنشاهد. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. أثارت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في العراق غضب الشارع العراقي من فشل الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني التي تطلق الوعود التي توصف بالوهمية بمعالجة ملف الكهرباء بالرغم من إنفاق نحو 80 مليار أو أكثر من 80 مليار دولار على ملف الكهرباء منذ عام 2003. ومع ارتفاع درجات الحرارة في العراق يتكرر انقطاع التيار الكهربائي ولساعات طويلة عن مختلف المحافظات العراقية عدا كردستان العراق، ويعاني العراقيون كثيرا خلال فصل الصيف بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، حيث تعجز شبكة الكهرباء الوطنية عن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. واسم اليوم الكهرباء وين؟ سيف يقول: سؤال نبحث عن إجابته، صار 21 سنة ولا نزال أو ما نزال نبحث، والمطبلين للحكومة لا يزالون يطبلون. ناجي يقول: إلى كل وزير استلم وزارة الكهرباء منذ تشكيل الحكومة ولغاية الآن، بصقة كبيرة
بحجم معاناة أطفالنا بهذا الحرب. بصقة نضعها على جبينكم يا أوغاد، وبصقة خاصة إلى الوزير الذي قال سنصدر الكهرباء في عام 2013. يوسف يقول على مدار ثلاثة أسابيع انقطاع الكهرباء وبنجاح ساحق وبتجهيز لا يزيد عن الساعتين، تحية لحكومة الخدمات ولطيب الذكر حسين الشهرستاني. طيب ريهام تقول الكهرباء بالعراق تحت رحمة إيران، على الرغم من أن العراق مبيوع تفصيخ لإيران، الشوكت ما يعجبهم يقطعون إمدادات الغاز ونبقى تحت رحمة أبو المولدة. حكومات متعاقبة ما قدرت تحل مشكلة الكهرباء بالعراق فقط لكي تبقى إيران مستفادة من هالوضع. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.